يمكن لكم تكلموا الوليد الوليد ايوا تكلم لما شكون ليلي الوليد نعم ورا جينا عند عمي نخطبوا له يلا تربع سوا على المشرف جينا ان شاء الله طلبي اللي تبنس ان شاء الله عمي جينا نخطبوا عمي جينا نخطبوا مزيان وهذه البنت في شفتيها عمري ما شفتها عمي في حياتي ما شفتها شافها مره واحده في الحومه ماشي مشكل ماشي مشكل ولكن هذا الامر كيهمها هي ما كيهمنيش انا سوسان اجي كسافر هاد الناس هادو جاو يخطبوك باش يتزوج بك هاد الشاب الوسيم خطبه باقا من صافي سير صافي سير سير البلاد اليوم عمي راه انت شفتي راها قابله فاتحه الفاتحه اجي وقرا الفاتحه راه عندي شروط اولدي تفضل اشرف قول اسكت عليك هاد البنت هادي راه ضوض عيني عندك فين تسكنها يا ودي اسيدي تسكن معنا لا معنا الوالد الوالد عمي من ناحيه ديال السكنه ما تخممش يا عمي راه تسكن فين ما بغات راه السته ديال الفيلا تاع عمي عندنا خاويين وهاد البنت اللي عندي راه ما عمرها مشات على رجلها مسكينه مريطه لا يا ودي الله يحفظها مسكينه راه كتمشي في الطوموبيل راه هي ما كاينش طوموبيل ما كتسحبش يا ودي يا سيدي ساهله كاين التاكسي انا بغا يقول لك زعما عنده لاكريمات الوالد يعني من ناحيه ديال التاكسي ما كاينش مشكل شوف راه كاين طوموبيلات الفرع كاين الكاتكاتات وكاين الكاوكاوات وكاين دوبورت عمي عندك طوموبيل عندي شي فاتوره واه لوحه هي كاين الطوموبيل ديالك على حسابي يا عمي على حسابي ما تخممش في الطوموبيل عمي هو هاد البنت اللي عندي راه الا بغات تخدم خاصها تخدم لا اسمح لي البنت تجلس في الدار الوالد في الدار الى دار وديك الشركه اللي تبارك الله شحال من بنت خدامه عندك الوالد شوف من ناحيه الخدمه راه كاين شركات بغات كونطابيليتي بغات تخدم في الاداره راه تاخذ راحتها تاخذ راحتها وتخدم فين ما بغات الحاجه اللي مهمه ما تهضرش عليها تفضل عمي حنا معاك عمي حنا جاي تفضل اسي محمد الصداق صداقة صداقة شوف انا بنتي ما تمشيش اقل سي محمد تمشي بحالها بحال خوتك وخوتي وخوتنا وخوتنا اخو الوالد والوالد وانا اختي لطيفه مشات مع راجلها ب 5000 درهم اختي بنتك واختي الوالد شحال مشات ب 5000 درهم شنو تقول له اجر علينا ولا شي ب 2000 درهم شوف صافي عمي عمي راه الوالد شويه عيان شويه مسكين شوف عمي راه شوف من ناحيه ديال الصداق راه تطلب اللي بغات انا بنتك انا كنشوفها بالنسبه لي اللي كاوكاوا كنشوفها تفاحه اناناس كيوي انا كنعطيها شيك على بياض ايوا فهاد الحاله يمكننا نقراو الفاتحه الفاتحه الاولى احبس كاين سي محمد الفاتحه بلاتي بعدا صحصيني على اصلو على اخلاق ديالو على التربيه ديالو تيش من اخلاق والسيد عنده السته ديال الكاتكاتات والسته ديال الشركات سيد غيسينا الشيك على بياض هادو هما الاخلاق وما هادو الاخلاق سي محمد في واحد الحاجه قبيحه سي محمد والله العظيم اقسم بالله الا حاج وانا اللي حاج ثلاثه ديال المرات وفيا شي اربعه ولا خمسه ديال الحاجات قباحين سي محمد راه في واحد الحاجه مهمه وخطيره شنو خطيره شنو غادي يكون شنو غيكون شنو غيكون راه حتى شي زين ما خطاتو الاولى الاولى راه السيد كذاب ايوا من بعد انا شفت عمر قد يمشي والله العظيم شحال من كذاب اش كتقول الوالد قال لك كذاب الوالد شنو هو كذاب